استاذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر. يا إيهاب، انت عندك المشروع بتاع المية سواء كان لمستقبل مصر من هنا بالترعة او المصارف اللي بنجمعها، وانا بس اللي يهمني هنا ان انا اقول لينا كلنا عشان حتى يعني رجال الاعلام ينتبهوا للنقطه دي ويتكلموا فيها كويس. احنا حد يقول لي طب انتوا بتجيبوا المايه دي كلها منين؟ المايه دي بنجيبها من ثلاث مصادر، يا اما ميه ابار، يا اما ميه بنعالجها معالجه ثلاثيه متطوره، والمعالجه الثلاثيه دي احنا افتتحنا محطه المحسمه 1,000,000 متر يوم، وافتتحنا محطه بحر البقر 5.6 وان شاء الله، مش كده اهاب؟ تمام يا فندم. خلال اخر السنه دي هنفتتح محطه اللي هي محطه، مش كده ولا؟ تمام ان شاء الله اخر السنه دي. ايوه ان شاء الله. مش كده؟ سبعه وكام؟ سبعه ونص. سبعه ونص مليون متر. انا بقول ده ايه؟ هو عبارة عن استخدام لمية صرف زراعي بيتم معالجتها طبقا لمعايير، عشان بس تبقى الامور واضحة، لمعايير منظمة الصحة العالمية والاغذية والكلام ده، معالجة ثلاثية متطورة زي مية الشرب اللي قدامي دي، ثم بيتم نقلها نقل مش مترع، لا دي ترع مبطنة او مواسير موجودة، صح كده؟ تمام. انا بقول كده ليه؟ عشان ده مهم او ان احنا نتكلم فيه. ثم في ترشيد استخدام المياه، النقطة الثالثة، ان انا قلت ايه؟ انا بدل ما بزرع فدان ارض واعمله ري بالغمر او حتى اعمله ري بالتنقيط، لا ده انا او بالري المحوري انا هعمله بصوب زراعي. وانا عايز اقول لكم، انا لما جيت فكرت في الموضوع دوت مع الزملاء في موضوع الصوب، كنا خوفنا ان احنا نتوسع فيها دكتور مصطفى، لانه ممكن لو توسعت فيه ما يخليش فيه فرصة في الانتاج الخضروات لحد تاني. انا بقول كلام ما، وبالتالي الفلاح اللي عنده نص فدان وثلاث قراريط بيزرعهم انا هضيع عليه الفرصه، لان هو كان بينتج ده وبينزله السوق. لو انا طلعت انتاج بالكم ده قد يكون ده لمستوى الرضا المجتمع، انه يبقى يلاقي الحاجه موجوده وسعرها كويس وجوده كويسه. ولكن كمان انا ببص لعامل مجتمعي اخر، هو لان الناس اللي موجوده تقدر بتشتغل في نوعيات الزراعه ديت. ما اعرفش انت مجهز يا اهاب؟ انا معايا يا فندم موقف تنفيذي لكل المشروعات. ده فيلم ولا؟ في فيلم كمان على المسار. طب اشوف الفيلم بس. طيب حاضر يا فندم. شكرا. افتح ال الخريطة يا إيهاب. هات الخريطة بتاعت الدلتا الجديدة. تمام. ده المشروع بالكامل يا فندم. بالراحة. وإحنا شو يعني كلمة فيه قبل كده مرتين ثلاثة، كل واحد لوحده. تمام. أنت هتتكلم يعني مع بعضه كده وتقول هنوصل المية دي. تمام. منين؟ تمام. وإزاي؟ تمام. مش كده؟ حق. وانا هقول هنا للزملاء اللي بيتفرجوا على الكلام دوت، مش هقول لكم افتخروا ان مصر بتعمل ده، لا مش هقول لكم كده، لان ده العمل بتاعنا دكتور مصطفى المفروض نعمله. لكن احنا مشينا في مسارات، المسارات ديت الانفاق بتاعها عالي جدا جدا، وقد يرى البعض ان ده من منظور اقتصادي يا دكتور مصطفى تكلفه كتير، لكن لان انا لما هيشرح لكم اللواء إيهاب يعني المصرف ده، مش كده؟ تمام. ده تجميع ميه مصارف كانت بتلقى في المكس، مش كده؟ تمام. وبعد كده في البحر، صح؟ تمام. كانت بتستخدم مره واثنين وثلاثه، عشان وزير الري موجود معانا ويقول لك ما احنا عملنا تدوير لها ومره واثنين وثلاثه، صحيح، بس احنا قلنا هنعمل حاجه تانية، هنجمع ده، وده عكس الميل او الميل الطبيعي للارض، يعني هنضطر نعمل محطات رفع على الامتداد ده كله حتى تصل
الى الـ الى الـ 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 فين المحطه اهي مش كده، محطه فين يا اهاب؟ محطه الحمام. على كل حال يعني في المنطقه ديت دي ايوه دي محطه الحمام ايوه مش كده؟ تمام. طيب احنا بنتكلم على ان بجمع الميه دي كده بمحطات رفع، ثم بجيبها من هنا بمحطات رفع حتى تصل الى المحطه، صح كده؟ تمام يا فندم. وبعدين اوزعها على شبكه الري ترع ومواسير، تمام، ايضا بمحطات رفع، صح كده؟ تمام يا فندم. ده جزء. الجزء الثاني اللي جاي من رشيد برضو تمام. مأخذ، والمأخذ ده تعمل له محطات رفع، تمام، وبعدين تخش على ترع وشبكة نقل مية، ثم تخش على الشبكة الفرعية للأرض اللي احنا بنتكلم عليها المليون واثنين دول. والله العظيم ثلاثة، هذا فضل كبير كبير من ربنا سبحانه وتعالى للي ما يعرفش، ان ربنا يساعدنا ان احنا نعمل ده ونتحرك فيه من سنتين عشان نعمله، وشوفوا توشكا اللي كان وقفها قبل كده، مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ، عدم ايه. وانا هنا يا محمد يا زكي بسجل ليكم قدام المصريين كلكم ان الجيش في مصر مش حارب الارهاب بس، الجيش في مصر حارب التخلف والتردي وعدم القدرة للدولة مع المستثمرين ورجال الاعمال جنبا الى جنب. وانا بقول لكم يا اهاب هنا لان يمكن تكون الهيئه الهندسيه اشرفت على يعني الاف المشاريع بمليارات ولا تريليونات. لا دخلنا في تريليونات مش كده؟ عشان ايه؟ عشان ننجز ده مع دوله بتنمو 2 مليون على الاقل في السنه من البشر، يعني في 7 8 10 سنين زادوا 20 مليون. لو ما قدرناش نسبق زيادة السكان في مصر هيفضل فيه فجوة، ويفضل فيه عدم إحساس بأن دولة قادرة أنها تعمل. فالخريطة دي ياريت أن احنا في الإعلام تنزل على الجرايد كلها وتشوفوا، عشان تزرع 2 مليون فدان بتعمل كلام هنا كم إجمالي التخطيط المبدئي. الفلوس كم؟ الفلوس احنا عندنا سيادتك ثلاث مشاريع، خليني في ده دلوقتي بس. دي الدلتا الجديده يا فندم داخله في 160 مليار. 160 مليار جنيه. 160 مليار جنيه. ولو ما كانش محطات الرفع دي، الترمبات بتاعتها بتيجي من الخارج، كانت بقت ارخص من كده. كانت مش بس كده، كان في ظروف سلاسل التوريد دلوقتي، ودي برضو بقولها عشان رجال الصناعة يا جماعة في فرص، لأن كل المحطات ديت هتبقى محتاجة بعد قطع غيار والصيانة وإحلال على مدى خدمتها دكتور مصطفى. وبالتالي اللي هيعمل الكلام ده، أنا قلته كتير، هيعمل جهد في هذا المجال هو جهد مستقر وسوق دائم ليه، لأن المحطات دي موجودة هنا وموجودة في توشكا وموجودة في سيناء، مش كده؟ أيوة. انتوا بتتكلموا في مشروعات زراعة قد تصل ل 500 مليار جنيه حتى الآن، تمام، ولا ايه؟ تمام ولا اكتر؟ لا هي يا فندم 443 مليار حتى الآن، وفي اجزاء لسه احنا بندقق. على كل حال يعني بقول 500 600 مليار جنيه ده عشان تزرع 2 3 مليون فدان. في دول تانية المطرة بتنزل بتزرع بس خلص، لا عايز يعمل ترعة ولا عايز يعمل محطة رفع ولا عايز يعمل محاور ري ولا حاجة، لكن ما عندناش خيار تاني. أنا بقول الكلام ده عشان بس يعني اللي بتعمل ده فضل كبير أوي من ربنا، وخايف إن احنا نبقى
جاحدين للي ربنا عمله لنا، خايف. خايف ان هو يسلط علينا انفسنا فندمر. امرنا مترفيها، امرنا مترفيها ففسقوا فيها. خايف ان من كتر الجهل وعدم الوعي وعدم الفهم نخرب ده. اتفضل. دقيقة واحدة فنم قبل معرض الفيلم، هوضح بس شكل المشروع لأن ده مشروع عملاق وكبير جدا، وفي أعمال صناعية، وزي ما سيادتك يعني وضحت كده، في تعديل لمسار الترع، وفي إنشاء ترع جديدة، وفي ترع بتتعمل في وسط المية في البحيرة. لا، في موضوع كبير جدا. أنا هقول بس يا فندم، المسار بتاع المية بالكامل طوله 170 كيلو، منهم يا فندم 148 كيلو ترع مكشوفة، بالإضافة ل 22.5 كيلو دي عاملينها مواسير عشان الأراضي الزراعية اللي موجودة في المنطقة دي، ودي بتشتهر بصناعة أو بزراعة البنجر عشان ما نهدرش الأراضي كلها. فعملنا جزء منه 22 كيلو، 20 كيلو اللي باينين قدام سيادتك في الشمال، وفي كمان 22، في 2 كيلو كمان بيتعملوا في الجنوب، دول اللي هيربطوا على الترعة اللي بتتوزع بعد كده على مساحة الأرض اللي هي 800 ألف فدان. حجم الأعمال الصناعية يا فندم عندنا 13 محطة للرفع، عندنا فندم يعني تقريبا 91 عمل صناعي. كل الأعمال دي سيادتك احنا بدأنا فيها فعلا من حوالي شهر 8 اللي فات. احنا محققين نسب تنفيذ عالية جدا، إجمالي نسبة تنفيذ 46%، ويمكن الجزء بتاع في أجزاء هتخلص مننا، ودي هتبان سيادتك في الفيلم إن شاء الله. في محطات الرفع دي بالكامل إن شاء الله في شهر 9 هنبقى منتهين منها. الجزء اللي هو الترعة اللي موجودة في القطاع الغربي ده فنم تقريبا نسبة تنفيذنا فيها 98%. الجزء سيادتك الشرقي أو القطاع الشرقي ده احنا متأخرين فيه، لأن احنا لما نزلنا للأهالي وكانوا عايزين التعويضات، وطلع القرار واحنا التزمنا برضه عشان ما نأثرش عليهم. التكلفة المالية بتاعت التعويضات الأراضي يا فندم هنا في المشروع تقريبا هتوصل ل 2.5 مليار جنيه، ويمكن احنا بنأكد البيانات دي مع المساحة المدنية إن شاء الله. افتح لي الفيلم. دي سيادتك محطات رفع الغربية، دي سيادتك تقريبا زي ما سيادتك شايف المنشآت، خلاص احنا يعني نسبة تنفيذنا فيها حوالي 40%. بنعمل البيارات دي يا فندم بننقل فيها الماء، ده مسار بننشئه دلوقتي في البحيرة عشان نقدر نعدي فيه أو ننشئ فيه الترعة، والترعة دي هتبقى عبارة عن حرف يو خرسانة مسلحة. طبعا احنا بنردم وبنعمل تأسيس وبنعمل تحصيل للتربة، وبعد كده نرجع ننشئ الخرسانات فيها. دي محطة الرفع رقم واحد، نسبة تنفيذنا فيها 40%. ده سيادتك عرض المسار، المدخل 24 متر وارتفاع 6 متر. دي البيارات يا فندم عشان الصحارة، هننقل المية ونعدي الناحية التانية، نسبة تنفيذنا فيها 30%. الجسر ده كله سيادتك انشاء جديد بيوصل ل 130 متر، ده اللي هيتم فيه فتح ترعه ان شاء الله بعد ما نعمل تحسين للتربه. في اجزاء من الارض نفذنا فيها تحسين للتربه، يمكن تحسين التربه دي بتاخد وقت طويل شويه، ولكن التكلفه الماليه بتاعتها اقل بكتير من اي اعمال تانيه بتتنفذ. ده المسار برضه يا فندم اللي هو اتحسن، نسبة تنفيذنا 35%. دي
دي صحارة وادي القمر، واحنا نسبة تنفيذنا فيها برضه يا فندم 35، وان شاء الله احنا لما نخلص بنغوص الصحارة وبننزل بيها تحت البيارات. طبعا يعني مساحات كبيرة وتستوعب، عشان تستوعب كمية المياه اللي عندنا بالكامل. دي سيادتك محطات الرفع، الخوازيق خلصت ان شاء الله، باقي الاجراءات ماشيه، يعني معدلات العمل والشركات اللي شغاله معانا شركات كويسه ومحترمه وبذل مجهود كبير جدا، لان معتبر ان ده مشروع قومي للبلد. دي الشرايط سيادتك، تحسين التربه، دقينا مساحات كبيره، ويمكن استعنا بكميه من الشرايط اللي موجوده عندنا، كانت متيسره عندنا في شرق بورسعيد، لغايه ما باقي الكميات تستورد. طبعا حجم كبير يا فندم من الخرسانات والعماله، زي ما سيادتك شايف بنشتغل على مدار 24 ساعه، لان كانت القواعد الخاصه بالمحطات دي ما يجبش انها تتصب على مراحل، فكنا واخدين الصب كله في توقيت واحد مستمر. يعني كل الاعمال دي يا فندم بتتم في غرب الطريق، يعني لو اي حد محتاج ان هو يمر احنا جاهزين نفرجه على الشغل اللي موجود ده على الطبيعه. احواض التهدئه، دي خطوط المواسير، ده سيادتك ال 22 كيلو، دول فيهم سيادتك 200 كيلو مواسير، يعني تقريبا الكيلو في 10 خطوط او المسار في 10 خطوط. دي سيادتك محطة من المحطات اللي هي ماشية في الأرض بتاع البنجر، احنا لمينا المساحة بتاعتها عشان ما ناخدش مساحة كبيرة، ولمينا فيها المباني الإدارية وضمينا حتى يمكن المسار اهو الخاص بالمواسير عشان ما نبهدلش الأرض الزراعية. نسبة تنفيذ يا فندم المواسير 48%. ده تشكيل الترعه، ويعني زي ما قلت لسيادتك ان الـ القطاع اللي هو الغربي احنا نسبه تنفيذنا فيه 98%، يعني تقريبا خلاص. دي بقى دي لسيادتك المحطه رقم 7. طبعا الترعه دي هتتبطن بالخرسانه. يا فندم احنا سيادتك مصدق لنا ب 10 مكنات، ان شاء الله في 4 مكنات وصلوا، ان شاء الله هيدخلوا على طول الاسبوع الجاي يشتغلوا في التبطين. دي المحطة يا فندم الرئيسية، الحمد لله احنا قاطعين فيها شوط كبير جدا، على نهاية شهر 10 نهاية شهر 7 ان شاء الله نكون منتهيين منها. وبينفذ المحطة دي من اكبر الشركات اللي موجودة عندنا في مصر، المولية العرب وأوراسكوم، والحقيقة يعني
الأخطاء والتوقيت اللي كان عندنا فيه مشاكل في بحر البقر احنا تلافيناه هنا. أنا بس أفندم يعني معلش أزود حاجة، أنا ارجع هات لي الخريطة بتاعت مستقبل مصر. زي ما سيادتك أشرت كده إن الدلتا فيها ثلاث مشروعات مستقبل، اللي هي الدلتا نفسها اللي اتعرض الشغل بتاعها، وده الشغل سيادتك اللي هيتعمل في مستقبل مصر في المشروع اللي احنا موجودين، وفي كمان قطعة اسمها اللي اسمها جنة مصر، ودي خلصت بنسبة 100% الحمد لله رب العالمين. ده سيادتك المسار اللي هو بتاع المياه اللي سيادتك أشرت إليه، الجزء الأزرق ده دي خطوط مواسير، والجزء اللي هو اللبني اللي فاتح ده دي الترعة المكشوفة. احنا في سيادتك في 6 محطات رفع بيتعملوا على المسار ده، زي ما سيادتك أشرت إن احنا بننقل المياه من الواطي بنعلى بيها عشان ما نسيب الأرض العالية. الجزء الثاني يا فندم عليها 12 عمل صناعي من هدارات وكباري سيارات، واحنا يعني ان شاء الله رب العالمين نسبه تنفيذ القطع هنا في الترع وصل 26%، وبالتالي احنا اول ما جزء بينتهي بنبدا نخش عليه العمل الصناعي على طول. دي الارض يا فندم بتاعه مستقبل مصر، الخط النقل فيها 42 كيلو 16 كيلو ترع مكشوفة و 26 كيلو مواسير، وبرضو المواسير هنا كنت عرضت الموضوع على سيادتك قبل كده انها معضلة كبيرة جدا، عندنا المشاريع الضخمة جدا دي بتاخد حجم ضخم من المواسير، يعني ال 26 كيلو دول فيهم 211 كيلو مواسير، والحمد لله الامور ماشية واحنا شغالين بالتتالي. لو برضو وقت سيادتك يسمح اكلم سيادتك على توشكا بصد. طيب تمام يا فندم، اي امر فندم. شكرا يا ايهاب، وانا بشكر كل القائمين على المشروع دوت مستقبل مصر، وعلى اللي انتم هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله، وان احنا بنتمنى ان احنا زي ما اتفقنا دكتور مصطفى ومحمد ان احنا ما نستناش ال 24 ان احنا كل الكميه ديت، لان احنا هنكون وفرنا ال 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 المياه بتاعتهم بالمعالجه بتاعتها، لان المحطه هتخلص قبل اخر السنه مش كده؟ 7-8 يعني. طبعا هي لازم لما تخلص تكون الترع والشبكه والمحطات خلصت كمان، فنقول على يمكن على اخر السنه. يبقى احنا عندنا السنه الجايه كلها 23، بس كمان يبقى ما نستناش ال 24 عشان يكون، لان هو الشغل ده لغايه ما يوصل المياه للأرض، لكن يبقى أن في مية هتتوصل داخل الأراضي اللي هم 240 ألف هتددهم محط شبكة ري بالمواسير مش كده برضو؟ تمام، بتصل بيهم وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق والمداءات اللي بتتعمل عشان تدخلك جوه الأرض ال 240 ولا آسف المليون فدان أو الاتنين مليون فدان اللي احنا بنستهدفهم. وأنا عايز أقول لكم عشان بس أختم كلامي في الموضوع دوت، يا جماعة الكلام اللي بيتعمل هنا ده كان بيتعمل في الدلتا على مدى 200-300 سنة، جزء كهرباء ونعمل ده شوية وبعدين نعمل تاني وبعدين نعمل تالت، هنا ما بيتعملش كده. هنا بنقول بنفتتح المشروع ده، الأرض خلصت والشبكة شبكات الري خلصت والمية وصلت والكهرباء المطلوبة للشغل اتعملت، الطرق اللي المطلوبة تتعملت، ده حاجة متوازية مع بعضها عشان نقول ان الاتنين مليون فدان دول خلاص كده هينتجوا بكامل طاقة الاتنين مليون فدان لمدى زمني ان شاء الله ما شاء الله يعني. فانا بشكر الناس اللي بتشتغل واللي اشتغلت واللي بتشتغل واللي هتشتغل لغاية لما نحقق حجم الاراضي اللي احنا مستهدفينها سواء في سيناء او في مستقبل مصر او في توشكا. وهنا مش هنسى ان انا اقول ان جنة مصر هي برضو هي مية تم معالجتها بمحطات معالجة ثلاثية متطورة الدكتور مصطفى. بقول كده ليه؟ عشان الاعلام هو بيتكلم عن ده هتجد يقولك انتوا بتعملوا الكلام ده بتجيبوا المية منين، وكأن احنا لا، دي المية دي بتيجي يا جماعة لم نزد عن استخداماتنا من المية، واحنا حريصين على ان احنا نستفيد بالمية اللي الحصة بتاعتنا اللي احنا ابدا ان شاء الله يعني محافظين عليها وهنحافظ عليها، حصه مصر من الميه هو اللي احنا بنعمل بيه ده كله، رغم النمو السكاني اللي كانت الحصه دي
من 100 سنه هي نفس الحصه بعد دلوقتي. كان 4 مليون ايام محمد علي عدد سكاننا، ودلوقتي بقينا 100 مليون وهي الحصه واحده. فاحنا بنحسن وبنرشد من استخداماتنا للميه. فانا بشكر الجميع وارجو ان الكلام اللي انا قلته لينا واحنا بنتكلم دلوقتي على مدار الوقت كله، اللي انا لما بتكلم على ان مشكلتنا في مصر ومشكله اي مجتمعات في ظل التطور الكبير اللي حصل في الاعلام ومواقع التواصل، ان هو ازاي تحافظ على الوعي، وعي ناسك ومواطنيك، مش عشان تحافظ على نظامك كدوله، مش على نظام. والكلام ده انا بكرره كتير وارجو انه يصل ليكم. انت بتحافظ على بلدك، وانت كاعلامي كراجل بتتكلم على مواقع التواصل، انتبه، انت مسؤول، انت اللي بتتكلم فيه ده كله الهدف منه انك تحافظ وتطور. طب اوعى وانت بتعمل ده من غير ما تقصد تلاقي نفسك بتضيع وتدمر. اوعى، هيبقى الذنب في رقبتك ذنب كبير قوي، لانك انت في الاخر بتشكل وعي وفهم قد يكون مش دقيق او مش حقيقي، وبالتالي تحرك الناس في اتجاه مش مظبوط. لما انا يعني انا ما بقلقش لما حد يقول لك ان كيلو الباميه ب 100 جنيه ولا بتاع من الكلام دوت، ما بقلقش، لان المواطنين المصريين اوعى كتير من كده. لكن وانك انت تعمل ده وتتكلم فيه وكانه حاله حكايه، ده مش صحيح. طب حتى لو كان ده الحقيقه ما بقولكش غش ولا زيف، لا، حتى لو كان ده الحقيقه، لا، تقول للناس، لا، هقول لكم على امر وارجو الناس ما تفهمنيش غلط فيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكه 3 سنوات. في ايه؟ شعاب مكه 3 سنوات. وكان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي. للصحابه ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قول لهم يجيبوا لنا ناكل ولا الميه تتفجر من تحتنا ولا ده ربنا بقى كن فيكون. قعدوا 3 سنين لدرجه ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. احنا مش كده، احنا اصلب من كده، اصلب من كده بكتير. شكرا. أيوة. شكرا جزيلا.